صباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وبيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق وسط سيناء. كمان في فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، وكمان سانت كاترين هتسجل الدرجة الصغرى النهاردة 1 تحت الصفر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. يعني في استقرار شوية في الأحوال الجوية، لكن ما زال الانخفاض مكمل معانا، فكلمين عن التفاصيل وإيه المنخفض اللي احنا متعرضين له دلوقتي. بالفعل يمكن احنا بنشهد تحسن نسبي في الاحوال الجويه على اغلب محافظات الجمهوريه، لكن احنا بنتاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فما زالت درجات الحراره منخفضه. في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اليوم هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، يمكن ده اللي هيخلينا نحس بالدفء وحاله الاستقرار في الاحوال الجويه، لكن درجات الحراره وارقام درجات الحراره ما زالت منخفضه. الأجواء فترة النهار بتكون على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بتكون أجواء نقدر نقول معتدلة إلى مائلة للبرودة خلال فترة النهار، أجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس. لكن خلال فترات الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير وبشكل ملحوظ، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 9 و10 درجات، أحيانا في بعض المناطق بتنخفض لل8 درجات، بعض المناطق من شمال الصعيد 5 و6 درجات، وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين بتنخفض وتوصل لتحت الصفر. فأجواء فترة الليل خاصة ساعات الليل المتأخر أجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، أحيانا في بعض الأماكن اللي لها ظهير صحراوي كبير المدن الجديدة بتكون خارصة البرودة خلال فترة الليل. بالإضافة كمان الصقيع بيتكون على المزروعات بالفعل الموجودة في وسط سيناء شمال الصعيد محافظة الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة الملحوظ. بالإضافة كمان السلوك بتتكون على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى نتيجة انخفاض درجات الحرارة في قمم بالجبال. هو كمان سرعة الرياح في جنوب سيناء بالتحديد واصلة ل 35، ودي أعلى درجة النهاردة. يعني يمكن في محافظات تانية 22 25، لكن جنوب سيناء أعلى فيها شوية، فهل هي محملة بالأتربة؟ يعني فرص يعني سرعات الرياح بالفعل معتدله على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه فيما عدا بعض المناطق من جنوب سيناء، شرم الشيخ، الغردقه، المناطق الموجوده في جنوب سيناء، لكن ان شاء الله مش هتكون فيها اتربه ولا رمال مسار، وممكن بعض المناطق في مدينه الطور يكون فيها اتربه ورمال مسار، لكن في مجمل جنوب سيناء كلها مش هيكون ان شاء الله في اتربه ورمال مسار. في سلوك بتتكون على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بسبب انخفاض درجات الحراره الشديد خلال فترات الليل. كمان اليوم كان في شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس. متوقع اليوم كمان في متوقع فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا في بعض الاماكن خاصه في سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، فرص الامطار انحصرت في الاماكن الساحليه، امطار خفيفه ممكن تزيد عن الخفيف تتحول لمتوسطه على فترات متقطعه من اليوم. مع غدا ان شاء الله متوقع ان احنا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، تاثيره اكثر هيكون على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، فكميات الامطار هتزيد وتتحول لامطار متوسطه على محافظات السواحل الشماليه، مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، خاصه في الجهه الشماليه يعني القريبه من البحر المتوسط، وده هيستمر معانا كمان على مدار الايام القادمه ان شاء الله استمرار فرص الامطار على المناطق الساحليه فقط، ممكن مع يوم
يوم السبت بالليل لحد تقدم لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن تقدمها للمناطق الداخلية أمطار خفيفة غير مؤثرة، استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة فترات الليل. فهنا هنحذر كل السادة المشاهدين ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة فترة الليل، بلاش ننخدع فترة النهار والاستقرار فترة النهار، لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات المعنية أكثر بسقوط الأمطار خاصة المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لازم أثناء سقوط الأمطار تكون القيادة بهدوء تام، نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، تشاكل الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، وإن شاء الله دايما السلامة للجميع. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 18-9، اسكندرية 17-11، العلمين الجديدة 16-10، مطروح 16-9، دمياط 17-10، بورسعيد 17-9، الإسماعيلية 18-9، السويس العظمى فيها 17 والصغرى 9، العريش 17-9، كاترين 13-1 تحت الصفر، طابة 17-10، حلايب 24-14، شلاتين 26-16، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 23-14، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 7، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 23-7، أسيوط 21-7، سوهاج 23-7، قنا 23-9، الأقصر 24-9، أخيرا أسوان العظمى 24 والصغرى 11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان يعني التعليمات اللي أخذناها من هيئة الأرصاد الجوية. صحيح في انخفاض في درجات الحرارة، لكن عموما أو بشكل عام يعني الجو مستقر والطقس مستقر معانا. ناخد بالنا إن في شبورة إنما هي مش كثيفة، لكن نركز على المحافظات الساحلية اللي بتتعرض لبعض الأمطار، ممكن تبقى متوسطة وممكن تبقى كثيفة، ناخد بالنا من الشبورة المائية في المحافظات دي. كمان نلتزم بتعليمات المرورية، القيادة بهدوء تام، كمان نبعد عن أي ألواح معدنية، كمان نبعد عن أي تجمعات مائية عشان توصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لجمانة نكمل معاها باقي فقراتنا. بشكرك يا أمي، شكرا جزيلا. طبعا الشكر موصول كمان لضيفتنا الكريمة دكتورة منار غانم.